السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه للي بيحبوا البتنجان وهينبسطوا منها جدا جدا جدا. وصفه لذيذه وهقول لكم المكونات بتاعتها دلوقتي. بتنجان باللحمه المفرومه والريحان. علشان نعمله عايزين بتنجان هنحاول نجيبه نفس المقاس وبنقسمها من النص وبنشويها في الفرن، بندهنها بزيت زيتون وبنشويها في الفرن زي ما انتم شايفين. فعايزين بتنجان متوسط مقسوم النص ومشوي، ونص كيلو لحمة مفرومة، واحد بصل، واحد كوب مشروم، ملح وفلفل، نص معلقة صغيرة بهارات، رشة جوزة الطيب، وعايزين للصلصة 2 معلقة كبيرة زيت زيتون، 2 كوب طماطم معصورة، 2 معلقة كبيرة صلصة، 2 فص ثوم، ربع كوب ريحان طازة، نص كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة، ونص كيلو لبن. طيب أول حاجة هنعملها عايزين نحط اللحمة على النار علشان على ما تستوي نفرغ البتنجان اللي عندنا. فهحط هنا شوية من زيت الزيتون وهحط معاه شوية زيت عادي عشان زيت الزيتون ما يتحرقش مننا. هنحط دلوقتي البصلة، نعصج اللحمة عادي. وهنحط معاها كمان المشروم. يعني احنا مش عايزينه يكون كبير قوي. فهنقطعه بس كده شوية. عشان نقدر نحطه جوه البتنجان ما يكونش بس ايه حجمه كبير. نحط بقى المشروم وبعدين هنحط معاهم اللحمة. نحط بقى دلوقتي التوابل اللي عندنا. عندنا نحط شوية فلفل، نحط ملح، جوزة الطيب وبهارات، جوزة الطيب وبهارات اهم، ورشة من جوزة الطيب. هنقلبها بس شويه كده وبعدين نروح بقى للبتنجان نشوف هنعمل فيه ايه. طيب البتنجان عايزين معلقه وعايزين سكينه. زي ما قلنا احنا قسمناه من النص ودهناه بزيت الزيتون وحطيناه في الفرن وشويناه. هناخد دلوقتي السكينة وهنبتدي بس نعمل فتحة كده عشان تساعدنا ان احنا ما ناخدش اكتر من اللي احنا عايزينه من البتنجان. بعد كده هنعمل كده اهو وناخد قلب البتنجانة كله كده ونحطه هنا. وهنعمل كده مع كل
قطع البتنجان اللي عندنا، هنفرغها من القلب بتاعها. والقلب بتاعها ده احنا هنستعمله، هنحطه جوه الحشوه بتاعت اللحمه. يعني هنقطع دلوقتي البتنجان ده وهحطه جوه مع هحطه مع اللحمه على النار، علشان تبقى هي دي الخلطه اللي هنرجع نحشي بيها البتنجان بتاعنا. هنطلع بقى دلوقتي فاصل، وعلى ما نرجع من الفاصل تكون اللحمه استوت واكون انا فرغت البتنجان ده ونكمل وصفتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي بقى هنعمل هنحط الصوص، وعندنا البطاطس كمان عايزين نعملها. هنا اللحمه عندنا خلصت، فهنعمل ايه بقى؟ هناخدها اول حاجه، خلينا نعمل الصوص علشان خاطر البطاطس هي اخر خطوه، فهنعمل دلوقتي الصوص بسرعه. برضو هنحط شويه زيت زيتون، وهناخد فصين ثوم تقريبا كده نحطهم مع الصوص. احنا اللحمه عندنا خلاص استوت، نقول تاني حطينا فيها ايه؟ حطينا زيت زيتون مع شويه زيت عادي، وحطينا بصله، لحمه مفرومه، مشروم، وحطينا ملح وفلفل وبهارات ورشه من جوز الطيب، ومش هنحط حاجه تانية عليها. اللحمه هي حطينا بس ملح وفلفل طبعا. خلاص هي كده اللحمه جاهزه عندي، بس ناقص حاجه واحده هنعملها. ايه هي؟ هنقطع البتنجان اللي عندنا زي ما اتفقنا. احنا طلعنا قلب البتنجان وشلت البذر كده، خليته على جنب قد ما قدرت، يعني شلت بذر، دول اللي فضلوا هم هنقطعهم وهنحطهم على اللحمه اللي موجوده على النار هناك، ونخلطهم مع بعض كويس. الاول خلينا نعمل الصوص دي، نحط الصلصه، وبرده هنقلب الصلصه شويه على النار، يعني كده زي ما نكون بنحمرها، بتفرق كتير في النكهة. هنحط الصوص، هنحط لها شوية ملح وشوية فلفل، وهنسيبها مع شوية مية تتسبك على النار يعني تقريبا بتاع 10 دقايق. وقبل ما تخلص خالص هنحط لها الريحان. هنسيبها بقى دلوقتي ونروح للبتنجان بتاعنا، هنقطعه. وهنروح زي ما اتفقنا نحطه على اللحمة المفرومة. كده الحشوة بتاعت البتنجان بتاعتنا جهزت. تمام، خلاص هنسيبها. عندنا هنا الصوصة هي ابتدت تغلي، هنخليها تاخد راحتها وتغلي زي ما يعني لغاية ما تتسبك كده زي ما قلنا تقريبا 10 دقايق. وناخد الحلة بتاعتنا نحطها هنا، ناخد معلقة ونبتدي نحشي البتنجان بتاعنا كله باللحمة المفرومة اللي عندنا. لحمة مفرومة وبتنجان
ومشروم حشوة لذيذة جدا، ورشة جوزة الطيب، بهارات، بصل، هنحشيها كويس كده. كده تمام. نعمل بقى دلوقتي البطاطس لانها لازم نخلصها ونحطها على وش البتنجان بتاعنا وندخلها الفرن عشان البطاطس تاخد لون كده حلو. كده احنا خلصنا من دي. هناخد دلوقتي البطاطس اللي عندنا، هنولع النار وهناخد اللبن نحطه هنا ونحط شوية ملح. مش هحط لها زبدة، يعني هي هتبقى طعمها لطيف من غير ما نحط لها زبدة، لأن هي مجرد ديكور على الوش بس، يعني كده تزيين. لازم نهرس البطاطس كويس جدا لان البطاطس دي هننزلها عن طريق تيب في كيس الحلواني، فلازم تبقى مهروسه كويس قوي. لو مش مهروسه كويس هتجننا وهي كل شويه تمسك في ما ترضاش تنزل الكلاكيع. هنقلبها بس لغاية ما كلها تندمج مع بعضها. بس هي لأنها باردة باينة كده مكلكعة، بس هي طبعا مهروسة كويس جدا، بس لأنها ساقعة. أول ما دلوقتي اللبن يسخن هتفك البطاطس على طول. خلاص كده البطاطس تمام. ناخدها بقى نحطها في الكيس عندنا هنا، كيس الحلواني، وحاطين فيه تيب تكون واسعة شوية عشان لو طلع فيه حاجة في البطاطس صغيرة يبقى سهل انها تعدي منها. طبعا يعني لو عايزين تحطوا زبدة حطوا مش مشكلة، بس يعني انا ما بحطش في الوصفه دي زبده، بس يعني لو حطيته مش هطول. لا نروح بقى دلوقتي على البتنجان اللي عندنا ونبتدي نعمل وردات كده من البطاطس فوق. اللحم بتاعتنا يعني شكلها لذيذ وطعمها لطيف جدا جدا، كمان تنبسطوا على طعمها قوي، شكلها حلو كده في العزايم. تمام. هاخدها بقى دلوقتي واحطها في الفرن علشان خاطر هي الوصفه كده عندنا تقريبا خلصت خلاص. هاخدها احطها في الفرن وبعدين هطلعها اول ما وش البطاطس يتحمر كده شويه ويبقى لونه على ذهبي خفيف.
عيني بقى هتفضل عليها لغاية زي ما قلنا ما يتحول لونها للذهبي الخفيف. الصوص عندنا هناك خلاص تقريبا قربت تخلص، هناخد الريحان اللي عندنا وهنحطه عليها لأن خلاص أنا هطفي النار. خلاص كده تمام، كده بقت الصوص عندنا جاهزة والبتنجان عندنا جاهز. وهنطلع بقى دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل عشان نكمل مع بعض بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي بقى عايزين نحط البتنجان فوق الصوص. احنا حطينا الصوص بتاعتنا في الطبق، هنحط البتنجان دلوقتي فوقيها كده. بس انا كنت عايزه ادي شويه لون كده زي ما انتم شايفين للبطاطس بتاعتنا. تمام كده، وهناخد بقى الطبق بتاعنا ونحطه هناك ونعمل وصفتنا التانية. دلوقتي الوصفة التانية بتاعتنا هي أكواب موس الفراولة وكاسترد الشوكولاتة. الوصفة دي علشان نعملها عايزين كوبايتين من عصير الفراولة، وعايزين 2 جيلي فراولة، ونص كوباية مية، وواحد كوباية لبن مبخر، واربعة صفار بيض. ده للكاسترد بقى، اربعة صفار بيض، تلت كوباية نشا، 2 معلقة كبيرة كاكاو، ربع كوباية سكر، 2 كوباية لبن فانيليا، وللوش هنعوز كريمة مخفوقة ونعناع طازة وفراولة، يعني اللي انتوا عايزينه للوش. اول حاجة بقى دلوقتي نعملها نعمل ايه؟ خلينا نعمل طيب هناخد الكزرونة بتاعتنا، ناخد المضرب السيليكون ونحط حاجة الكاسترد كلها مع بعض هنا. هنحط صفار البيض، نحطه مع شوية لبن، عندنا هنا 4 صفار بيض واللبن، هنحط طبعا الفانيليا بس الأول هنخلط اللبن كويس مع البيض ونحط الفانيليا، نحط شوية لبن كمان ونسيب شوية نخلط فيهم النشا. نخلط النشا كويس جدا، والنشا دايما بيتخلط على البارد، يعني لازم يكون السائل اللي هيتخلط فيه النشا بارد، ما ينفعش ابدا يكون سخن يا اما النشا هيكلكع. لما نتاكد ان كل النشا داب كويس بنحطه على اللبن والبيض، هنحط السكر، فاضل الكاكاو. الكاكاو هنحطه، بس هتلاحظوا ايه لما نحط الكاكاو؟ هتلاحظوا ان الكاكاو مش هيدوب وان هو عايم على الوش كده. ليه؟ لان الكاكاو فيه طبقة فيه من مكون، يعني مكوناته فيها دهون، والدهون ما دايما احنا كلنا عارفين شايفين ازاي ما بيدوبش.
بس اول ما هنحطه على النار وهتسخن هيسخن اللبن اللي عندنا هتلاقوا الكاكاو ده داب على طول، لان الفات اللي فيه كله هيدوب وهيبقى تمام. خلاص هنحطه دلوقتي على النار، نخلي النار هاديه عشان اقدر اعمل في نفس الوقت الكاسترد كمان الجلي. خليه كده. طيب هنا هنحط ايه؟ هنا هنحط واحد جيلي مع كوباية عصير فراولة. ادي الجيلي مع نص المقدار ده يعني من عصير الفراولة، وهنحط معاهم نص كوباية مية. نص كوباية مية، تمام. وهنخليهم على النار لغاية ما يدوبوا، يدوب الجيلي خالص. هنحط هنا اتنين جيلي، اسفة مش واحد. فنرجع تاني، حطينا هنا اتنين جيلي ونص كوباية مية، اتنين جيلي ونص كوباية مية وواحد كوباية عصير فراولة طازة. نقعد بقى نقلب الاتنين دول لغاية ما الكاسترد عندي هنا يبتدي يتخن، ده الكاسترد الشوكولاتة يبتدي يتخن وعصير الفراولة يبتدي يدوب. بعدين اللي هنعمله هناخد الخليط السخن اللي عندنا ده هنحطه في الخلاط مع اللبن المبخر ومع باقي كوباية عصير الفراولة. ايه هو اللبن المبخر؟ هو اللي بيتحط مع الشاي، مش الحليب المكثف المحلى، لا هو نفس العلبة تقريبا بالظبط، نفس الشكل ونفس المقاس تقريبا، ولكن اللي جوه بيبقى مش سميك قوي زي اللبن المكثف المحلى، وفي نفس الوقت ما فيهوش سكر. طيب دلوقتي عندنا هنا الكاسترد زي ما انتم شايفين اهو ابتدى يتخن، شوفوا شايفين ازاي اهو، تمام كده خلاص اهو شوفوا. تمام اهو، هنشيله بقى من على النار وهناخد الفراولة اللي عندنا كمان جهزت. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي هناخد، لازم نروح على الخلاط اللبن المبخر اللي عندنا، واحنا قلنا الفرق بينه وبين اللبن المكثف المحلى ان هو كقوام اخف من اللبن المكثف المحلى وما فيهوش سكر. وهناخد بقية عصير الفراولة الطازة اللي عندنا برضو هنحطه مع اللبن المكثف هنا، وهنحط الخليط ده اللي كان على النار معاهم. ودلوقتي هنضرب الكلام ده كله في الخلاط، تمام. بس لازم يتضرب في الخلاط، يعني ما ينفعش اقلبه بايديا، مش هتبقى النتيجه زي ما انا عايزه. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ عايزين نجيب يعني بنجيب اي حاجه، مثلا فويل. احنا طبعا هنعمل كذا واحده، بس انتوا يعني لما تيجوا تعملوا هتعملوا كذا واحده، بس انتوا باي حاجه عندكم بتقدروا تسندوا، لو الكوبايه اصغر من كده كمان بينفع. هناخد الكوبايه اللي عندنا وهنحطها بالشكل ده، خليني اجيب فويل اكبر، اي حاجه بس انا عايزاها تميل الكوبايه، يعني تسند الكوبايه وهي مايله. فهنحط كمان فويل هنا وهننيمها كده، تمام. شايفين اهي انا عايزاها بالشكل ده كده اهو، اوكي. هناخد بقى دلوقتي الخليط اللي عندنا هنا، تعالوا هنا اروق، هنحط بالراحة خالص الخليط اللي عندنا ده، والكوباية كده مايلة زي ما انتوا شايفين، شوفوا ازاي كده اهو كده اهو لغاية هنا، تمام. هاخد بقى، شايفين شكلها ازاي مايل، هاخد بقى الكوباية دي زي ما هي كده بالصينية.
طبعا لو عندنا كمية كبيرة بقى بنوقفهم بالعكس، يعني بنوقفهم هنا في الصينية دي يعني كده، بنحطهم كده ورا بعض. هاخد المهم الكوباية دي زي ما هي، بحطها في التلاجة لغاية ما تجمد خالص، وبس تجمد خالص بوقفها وبروح حطلها الكاسترد بتاع الشوكولاتة على الواقف. خلينا دلوقتي نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل علشان نكمل معاكم بقية الوصفات ووريكم ازاي هنقدم الكوبايات اللي احنا هنحطها في التلاجة دلوقتي. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقية وصفاتنا ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين الكوبايه اللي كان فيها الفراوله اهي، او يعني اختها، فهي بتبقى بالمنظر ده بعد ما بتجمد. هناخد بقى دلوقتي بعد ما احنا جمدناها وهي مايله، هناخد دلوقتي الشوكولاته اللي عندنا الكاسترد الشوكولاته اللي عندنا، وهنحطه عليها وهي بالواقف، يعني وهي واقفة. كده بيكون بقى الشكل عندنا زي ما انتوا شايفين. خلينا بس نمسح. ده بيكون شكلها كده كده تمام. دلوقتي خلينا نعمل اخر وصفة للنهاردة وهي الميلك شيك بالشوكولاتة. الميلك شيك بالشوكولاتة عشان نعمله مش محتاج ابدا مكونات كتير، هو بس عايزين نص كيلو ايس كريم بالشوكولاتة وكوباية لبن، وللوش هنحط كريمة مخفوقة. اول حاجة هنعملها عايزين ندوب شوكولاتة، ودي حاجة يعني كده زيادة. خلينا نجيب بس بولة اكبر شوية، عايزة بولة اوسع علشان ابقى مرتاحة فيها وانا بحط دول. خلينا نحطهم كده. هناخد الكوبايات اللي عندنا هنحطهم بس كده شوية في الشوكولاتة طرفهم بس، ممكن نحط حتة أكبر شوية. كده كويس. بعدين هناخدهم نحطهم في السبرينكلز اللي عندنا دول. بالشكل ده. يعني بيبقى شكل الكوباية لذيذ. كده اهو نعمل كمان واحدة. وبرضو ناخدها نحطها هنا كده. بنلملم السبرينكلز حواليها وبعدين ناخدها. يعني دي كده طريقة بسيطة خالص ولذيذة في التزيين، بتدي شكل حلو كده ومبهج زي ما انتوا شايفين كده. هناخد بقى دلوقتي الايس كريم اللي عندنا، هناخد اللبن، ادي اللبن هنحطه هنا، وهناخد الايس كريم كمان هنحطه هنا. بيفضل الايس كريم دايما نطلعه قبل ما نكون هنعمل الميلك شيك بتلت ساعة مثلا علشان ما يبقاش جامد قوي ونقدر ان احنا نضربه في الخلاط.
كده كويس. هناخده بقى نحطه بس انا بحاول ايه احطه بحيث انه ما ينزلش على اللي احنا عاملينه. انا حاسه انه هيجي عليها، خليني احسن نتحكم بالمعلقه. تمام كده. نحط له بقى ممكن نعمل ايه، ممكن نحط له شويه مارشميلو. بس هنعمل ايه بالمارشميلو؟ خلينا بس نشعوطه شويه كده. طبعا هيدي طعم ألذ وشكل أحلى. تمام. ناخد بقى الكريمة المخفوقة اللي عندنا. نحط عليها من المارشميلو. ممكن نحط فوق كريزة. وده الميلك شيك بتاعنا. وكمان هنحط شوية من الكريمة على وكده. نبقى خلصنا كل الوصفات بتاعتنا للنهاردة. عملنا معاكم، خلاص انا مش هحط حاجة هنا، هو كده كفاية. خلاص مش هنحط حاجة كده. نبقى خلصنا الوصفات للنهاردة. عملنا معاكم قوارب البتنجان، عملنا قوارب البتنجان لذيذة جدا بالبطاطس. كمان حطينا لها بطاطس على الوش، وشوفوا ادت شكل لذيذ جدا. والبطاطس اللي فضلت زينت بيها الطبق. وعملنا كمان الميلك شيك الشوكولاتة اللذيذ جدا، وزينا الكوبايات كده بطريقه بسيطه خالص، بس ادت كده بهجه وشكل حلو للكوبايه. وعملنا كمان الكوبايات بتاعه الموس الفراوله وكاسترد الشوكولاته، برضو طريقتها لذيذه وحلوه وهتنبسطوا منها ان شاء الله. هتعجبكم الوصفات. الوصفات كلها بتنزل على صفحه البرنامج الرسميه على الفيسبوك زعفران وفانيلا. اعملوا لايك للصفحه عشان توصلكم الوصفات اول باول. وكمان اللي ما لحقش البرنامج من الاول بيقدر يشوف الاعاده الساعه 3 الفجر او الساعه 10 الصبح. بتمنى تكون الوصفات بتاعتنا النهارده عجبتكم، وبشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده ووصفات جديده وافكار جديده باذن الله.